أوبتيفاست هو نظام غذائي مكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى أو المرحلة المركزة هي المرحلة اللي يحصل فيها ما يعرف بكيتوسيز. كيتوسيز هي رد فعل غذائي يحدث لما يستخدم الجسم الدهون كمصدر للطاقة بدل الكربوهيدرات، اللي يؤدي لانخفاض مخزون الجسم من الدهون. بعد 3 أيام من بداية المرحلة الأولى بتزيد الطاقة وبتنخفض الشهية وبتساعد على خسارة الوزن. ابدأوا رحلتكم لوزن صحي. اعرفوا أكثر على optifast-me.com.